محمد خضر الصيفي، طالب إدارة اقتصاد مرحلة ثالثة. بدأت عندي موهبة المسمار والخيط، شفت مقطع فيديو تواصل اجتماعي، حبيت الفكرة، بديت بشيء بسيط بيها بالمسمار والخيط. ما كنت تتوقع يعني اني اصل هذا المستوى بيها، شيء جديد وفرد عن نوعه، يعني العمل بالمسمار والخيط. الأسماء أكثر شيء، يعني هاي الأسماء، الاسم والشخصيات بعد ما أتقنت هاي الشخصيات، بس شخصيات كالنسر هذا اللي موجود بديت بي، والأم والطفل. هسه قاعد أدرب نفسي على رسم الشخصيات، وإن شاء الله مستقبلاً أضبط شغلة الشخصيات. بداية بالخشب، بديت على الجذع شجرة، بعدين اللوح خشب عادي، اللوحة المجسم الشخص اللي هي النسر أو الشعار يأكل عندي بس بسمار فقط 3 ساعات، ويا الخيط تنجمع تقريبا لل 8 ساعات 7 ساعات. عندي بداية يعني هاي المجسمات الأشخاص اللي 3D، إن شاء الله قاعد أدرب نفسي عليها وأطور نفسي، مستقبل إن شاء الله أبدع بيها.